اهلا وسهلا بحضراتكم. النهارده انا طبعت كل الاسئله بتاع حضراتكم اللي انتوا بعتوها لي، وبتناول ان انا ارد عليها. وحابب اولا اشكركم، احنا جالنا في اول اكتر من اول 10 ايام جالنا 200 الف مشاهده على الفيديوهات اللي احنا طرحناها، وبيجي لي كميه اسئله هائله جدا للحقيقه. وانا هتناول الرد على الاسئله، وانا سامحوني لو اتاخرت في الرد على بعض الاسئله لكمية الأسئلة. أنا هتناول الأسئلة الآن وأخذ سؤال سؤال وأرد على حضراتكم. أستاذ مصطفى عزكم الله، عندي سؤال ربنا يبارك فيك. أنا على المعاش وراتبي 1200 جنيه وأسرتي 5 أفراد ومعي 100 ألف جنيه، وضعتهم من شهر في البنك الأهلي عشان أخذ 1000 جنيه شهري مع المعاش، أخليهم ولا أسحبهم وأشتري ذهب وجزاك الله خيرا؟ اذا انت فلوسك انت حطيتهم في البنك وانت خدت بالفتوى في قضية الحلال بالنسبة لسعر الفايدة، وانا قلت قبل كده ان انا مش مع هذا الرأي الحقيقة. العائد اللي هيجي لك هيساعد معاك. اذا انت غرضك الانفاق اليومي كويس، ممكن تحطهم في بنك زي بنك فيصل الاسلامي او بنك مصر فرع المعاملات الاسلامية، بيدوك نفس العائد، هيدوهولك ويبقى حلال وكل شيء ان شاء الله بالنسبة لك، وكمان هيتقدر تساعدك في النفقات الشهرية. لو اشتريت الذهب يبقى الغرض منه انك في الاجل الطويل، ان انت مش عايز العائد النهاردة، لانك انت لو جبت الذهب هو مخزن للقيمة، بنحتفظ بالشيء مش هيديك عائد النهاردة، لكن ممكن بعد سنة سنتين لما يرتفع ثمن الذهب هتقدر تستفيد منه. السؤال الثاني استاذ بيقول لي انا بوضع ودائع في البنك باخد عليها فوائد وهي اللي نكمل بها الشهر، فاذا تحولت كما قلت سيادتك الى ذهب او دولار لن احصل منها على فايده، فهل استمرار على هذا الوضع رغم ان الفايده نزلت افضل لي وعوضنا على الله مع هذا الوضع؟ طبعا نفس الامر بالنسبه للاخوه، زي ما انا لسه وضحت قضية الذهب او الدولار، ما هو ان انا بس بحتفظ بحاجة زي مخزن زي خزنة عندي، بس في الاجل الطويل ايوة العائد بتاعك هيرتفع. لكن اذا انت الاخوة بتقول لي احنا بنصرف وبناكل ونشرب منها، فانا زي ما وصيت ايضا بالامر الاولاني لو يكون في بنك او فرع معاملات اسلامية بقى كويس جدا. انا قمت بشراء، الاخ الثالث بيقول لي قمت بشراء اسهم من شركة ارامكو السعودية بعد اسبوع من اعلان طرحها بالسوق، كان سعر قفز من 32 ريال ل 38 ريال بعد تقريبا 5 ايام من طرحها للتداول، وبمجرد ما قمت بشراء الاسهم من يوم 12 ديسمبر والى الان السعر لم يتحرك. يعني السعر الرسمي الاسمي له يعني اقل من 32 ريال، برأي حضرتك ما الحل في ظل الظروف الاقتصادية وانخفاض قيمته؟ هل أقوم بالبيع الآن أم أنتظر؟ بالنسبة لسهم أرامكو، أرامكو طبعا السهم نزل شوية في الأزمة الأخيرة مع انخفاض أسعار البترول عالميا. غدا يوم الخميس المفروض يكون فيه اتفاق جديد بين دول الأوبك عشان يرفعوا أسعار البترول. مجرد ما هيتم الاتفاق في مجموعة الأوبك بلاس أسعار البترول هترتفع، فسعر سهم أرامكو هيرتفع. فأنا وصيك الآن إياك تبيع السهم عشان ما تخسرش كده، هتخسر لك مبلغ يجي 6 ريال في كل سهم، حرام. انتظر إن شاء الله لحد ما الأوضاع في السوق تتحسن، بعد ما الأزمة كورونا تنتهي إن شاء الله قريبا تقدر تحقق عائد من السهم بتاعك. طيب السؤال من أخ رابع بيقول لي لو عندي مبلغ صغير شايله دولار، هل أشتري أرض ولا أتركه دولار ولا أجيبه ولا أحوله دهب؟ بالنسبة للدولار أو الدهب ما فيش فيهم أي مشكلة، الاتنين تقريبا زي بعض، بس الدهب ميزته إن هو أكثر تحوطا، بس لو جبت سبيك الدهب هيكون أرخص لأن ما فيش فيها عمولة ولا مصنعية. الامر الاخر ايضا بالنسبة للعقارات، لو اشتريت ارض اشتريت عقار، للأسف الوضع العقارات في مصر الان في شيء من الكساد، الاسعار لا ترتفع، فتحقيق عائد لك في الاجل الطويل انا لا اتوقع ذلك مع الاوضاع الاقتصادية دي، ان مش هيكون عائد على العقار اكبر، لكن كمخزن للقيمة هيبقى زيه زي الذهب زي الدولار، ممكن نقبل بذلك. لكن الافضل الشيء اللي تقدر تسيله بسرعة سواء كان زي الذهب او الريال او الدولار. طيب السؤال اللي بعده، هل متوقع سعر العقارات تقل ولا تزيد؟
هو احنا في نظرية في الاقتصاد بتقول الاسعار بتقاوم الانخفاض، خاصة في بلادنا احنا، فسواء مصر، السعودية، الكويت، الجزائر، المغرب، ايطاليا، دولنا العربية بصفة عامة، الاردن مثلا، الاسعار ما بتنزلش، الاسعار دائما ترتفع. فاللي اشترى عقار السعر مش هيقل، لكن ايضا لن يزيد في الفترة اللي جاية، وده اللي انا قلته في السؤال اللي بعد كده. احد الاساتذه بيقول انا بتاجر في الادوية وليا تجارة في الادوية مرتفعة، وانا بشتري ادوية مستوردة، بشتري فيتامينات وبشتري ادوية للتخسيس، ودي كان اسعارها مناسبة لما ارتفع سعر الدولار، بقت بالنسبة لي غالية جدا، وانا الحقيقة اتأثرت بالتجارة، فهل اضع كل فلوسي الان كلها في تجارة الأدوية ولا أعمل إيه؟ الحقيقة الوضع الآن الاقتصاد، لو جبت أدوية مستوردة زي الفيتامينات والتخسيس، السوق هيكون فيه ركود ومش هتقدر تبيع فيه في الوضع الحالي. فأنا بوصي كل الإخوة إنها تؤجل أي قرار استثماري. عايز تستثمر في أي شيء، الله يخليك، ما تستثمرش في أي شيء الآن على الإطلاق، حتى نستطيع نعبر بالظروف. في احد الاساتذه بعت لي، قال لي يا مصطفى انا اوريدي بدات في المشروع من 6 شهور. طبعا اذا بدات من 6 شهور انا بقول لك ما تقفلش مشروعك، خليك مستمر زي ما انت عليه ولحد ما نعدي الازمه ال3 شهور اللي احنا فيها دولت، ان شاء الله يا رب تكون امر على زحام. طيب اخي بيقول لي انا في تركيا والدولار سيتعدى اكيد ال7 ليرة وغالبا سيصل ل7 ليرة ونص، أليس من الأفضل تحويل الليرة الآن للدولار ولا الانتظار لحد ما توصل 7.5؟ طبعا الأفضل لك الآن أنك تحول الليرة لدولار وما تنتظرش ل7.5، وهو ده ضاغط أيضا للأسف على الطلب على الدولار في تركيا، وده اللي رفع سعر الدولار في تركيا نتيجة خوف الناس وفزعهم أيضا من الأزمة، أن الحكومة التركية ما تقدرش تبيع فيبقى عنده عجز في الدولار فتنهار الليرة التركية. فانا ده اللي انا بوصي حضراتكم، واذا انت الامر كده امر ميسور مش هيبقى فيه اي مانع. السلام عليكم مصطفى، انا متابع لحديثك الممتع والمفيد مع الاستاذ في القنوات، ارجو سيادتكم افادتي اذا كان جزء من المدخرات شهادات وجزء حساب توفير، بماذا تنصحني في الفتره القادمه؟ هل اسحب السيوله واحولها لسبائك؟ السيوله او ان انا احول الجنيهات اللي معايا ان انا اخدها واسحبها، لو انا فتحها في حساب ادخار اسلامي مثلا، ممكن نقول كده لو انا خايف من ان هيحدث تعويم جديد للدولار، هذا لن يحدث الان. ايه الدليل بتاعنا كده؟ ان البنك المركزي ضحى ب5.25 مليار الشهر ده في شهر مارس بس عشان يحافظ على الدولار، لان كان ممكن البنك المركزي يسيب الدولار يرتفع لكن ما عملش كده، عشان كده البنك المركزي انفق 5.25 مليار من احتياطياته عشان يحافظ على سعر الدولار قدام الجنيه. فانا بقول لحضرتك اذا انت حابب تجيبهم للذهب او غيره، احنا ردينا على النقطة دي زي ما انا وضحت لحضراتكم، لكن لو عائد اسلامي انا دائما ارحب بكده افضل. يعني احد الاخوة بيقول لي يا مصطفى انا عامل باليومية ترزي في مصنع والان بشتغل فيه، ادان اجازة مفتوحة بدون مرتب من 2 اسبوع، وانا دلوقتي كل اللي املكه 10,000 جنيه ومفيش اي مصدر دخل ليا، اعمل ايه؟ ده سؤال حقيقة يعني ربنا يبارك فيك ويحفظك. اذا انت ترزي ولو تقدر تشتري لك مكنة خياطة، تفتح لك شيء في البيت عندك وتعمل، انا عارف ان الطلب قل جدا لان احنا بقينا كلنا في مصر بنشتري حاجات جاهزه، بس ما فيش مانع حتى لو معكش حق المكان او ال10,000 جنيه قليلين، رايي انك تجيب من جماعه قريبك والناس اللي جنبك وتشتري مكنه احدث وتقدر تعمل لك شيء صغير وتنتج به وربنا يوسع عليك. ده فكره جميله جدا انك تعمل مشروع صغير وانت صاحب الخبره، انت الوحيد اللي فاهم في الموضوع، فهيكون ممتاز جدا لحضرتك. طيب ده سؤال ايضا جالي، ان الحكومه ان البنك المركزي اعطى تعليمات بزياده فتره السماح للناس، لكن للاسف زياده فتره السماح فقط بعدم تسديد الاقساط،
لكن هتفاجئ ان الفوائد هتستمر عليك. بمعنى ان انا لو بدفع 1000 جنيه كل شهر قسط زائد الفايده 300، ال 1000 مش هتدفعهم وال 300 كمان مش هتدفعهم، بس هيجي لك بعد 6 شهور يقول لك عليك 1800 زياده فوائد. لان للاسف انا قلت لكم من الاول ان احنا نبعد عن القروض قدر ما نستطيع، ابعد عن الربا باي حال من الاحوال، لان انا دايما اقول لاخواني امشي على قدك في المصاريف جدا. طيب استاذ بيقول لي انا اعمل بشركه في الدمام منذ 20 عاما ولي مكافاه نهايه الخدمه تتجاوز ال 200,000 ريال سعودي، واستشير حضرتك بالنسبه للوضع الاقتصادي الوضع التدني على مستوى العالم، هل توجد خطوره محتمله من عجز الشركه مستقبلا؟ الشركه انا ما اظنش يا اخوانا، مهم جدا نفهم الموضوع ده، ان السبب وراء الازمه الاقتصاديه الان ليست اسباب اقتصاديه حقيقيه بقدر ما هي جات لنا من اسباب صحيه. فتعافي الشركه سيتم خلال 3 شهور، وان شاء الله الشركه تدفع لحضرتك مكافاه نهايه الخدمه، ما فيش اي مشكله. واستمر ايضا مع الشركه، بيقول هل استمر مع الشركه؟ نعم استمر مع الشركه، وان شاء الله هتاخد مكافاه نهايه الخدمه زي ما قلت لحضرتك. وبيقول لي يا مصطفى يا ريت توصينا دايما وتكتر من الحلقات اللي فيها ديت توصيات استثماريه وماليه. ان شاء الله ديت انا ساستمر فيها ان شاء الله لحضراتكم ان شاء الله. ولو في اي اسئله اخرى انا تحت الامر كده. فببساطه جدا اللي احنا نلخص اللي احنا قلناه، ان زي ما قلت لحضرتك اياك ان تقترض، قلل من الاقتراض قدر ما تستطيع، لا تلتجئ للاقتراض على الاطلاق، خلي في حساباتك بادخارات إسلامية تبقى أنت مطمئن لها شرعا. النقطة الثالثة أيضا، حتى لو ظروفك أغلقت ممكن مجموعة مع بعضنا نعمل مشروع، بس يكون فينا الثقة والمصداقية والخبرة الكافية، وده اللي احنا قلناه لأخونا اللي عنده خبرة في الملابس، نقول له افتح لك ورشة صغيرة، مصنع صغير بفلوس من جنبنا، ونقدر احنا نستثمر الفلوس حتى بعيد عن البنك، نقدر نعمل كده. اللي انا بطلب من حضراتكم في الاخر اشتركوا في القناة ان شاء الله، بحيث الاسئلة الكتيرة اللي بتجيلي ان شاء الله هنرد عليها في فيديوهات لحضراتكم. اشترك في القناة واكتب تعليق لحضرتك على القناة، تعليق على الاسئلة، واحنا ان شاء الله هنرد على حضراتكم. شكرا جزيلا.